السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي، قناة مطبخ سامية. اليوم رايحة ندير التيراميسو بالشوكولا والبنان. للمقادير نحتاج 3 صفار بيض، نحتاج 2 مغارف كبار نوتيلا ولا عجينة الطي، نحتاج ماسكاربون، نحتاج البيسكوي كيما هذا بودوار، نحتاج 3 حبات بنان كوبيتهم كيما هك، ونحتاج تاني 3 بياض بيض. دوكا البياض تاعي نضربو كي التلج. دوكا كي كملت ضربت البياض تاعي كي التلج، هاوليك نخليه في جهة. نسيت ما قلت لكمش بلي نحتاج تاني 60 غرام السكر. دوكا واش ندير في الغوبو تاعي؟ ندير 0 بيض، الغوبو تاعي كيما قلت لكم ندير السكر مع 0 بيض ونضربهم حتى الخليط يولي كريمي. هاوليك دوكا كملت خلطت البيض مع صفار البيض مع السكر، هاوليك الخليط تاعي تبدل من اللون تاعو. دوكا نزيد له لا ماسكاربون، هاوليك نزيد نخلط. هاوليك إذا ما عندكمش ماسكاربون تقدروا ديروا لا كريم فريش ليكيد، ديروها طلعوها كي طلعوها كي لاموس تجي هايله. تاني نزيد نضربو، نخلط لا ماسكاربون مع الصفار البيض والسكر. دوكا كي كملت مع لا ماسكاربون جبت البياض تاعي كما راكم تشوفوا، ندير شويه المره الاولى
نخلط بالخف. كما راكم تشوفوا دوكا ندير هذا اللي بقى لي نديرو كامل ونخلط غير بالعقل. هكا ما لازمش نكسر البياض بيان سور. لا ماسكاربون الكريمه كي نديروها في الثلاجه تتعقد تشد روحها. دوكا الخليط تاعي نقسمو ندير شويه في جهه باش نص الخليط نخليه هكاك والنص الاخر ندير له زوج مغارف كبار العجينه الطلق ولا النوتيلا. ولا حبيتو يكون بزاف طرو سكري تقدروا تزيدوا لهم السكر ولا يعني كي ديروا له النوتيلا يكون اكثر بلو سكري. كما قلت لكم ندير شويه لهنا ديال النص كيما راكم تشوفوا. دوكا هاوليك هنا الخليط كيفاش القوام تاعو، ما راهوش بزاف ثقيل وما راهوش بزاف سائل. كما قلت لكم كي نديروه في الثلاجه يشد روحو. دوكا نجبد النوتيلا تاعي دونك كيما قلت لكم نزيد نوتيلا لازم تكون طريه. انا تاعي شويه ما راهيش طريه. نزيد نزيد نخلط
هنا في ريسيبي واحد اخر عندي شويه حليب كما راكم تشوفوا. دوك نزيد له القهوه. الا حبيتو تقدروا تزيدوا له شويه السكر. نزيد له شويه القهوه. هاوليك لي فيغين تاعي، ندير هاك دوكا نوريكم كيفاش ندير لا ديكوراسيون. دوكا نجبد لي بوتوار تاعي نقسمهم كيفاش نقسمهم باش نديرهم في لي فيغ تاعي باش يدخلوا. ما نقدرش نديرهم كاملين، نشمخهم في القهوه كيما هاك. هاوليك دوكا درت لي بودوار كيما قلت لكم في الحليب والقهوة وقسمتهم ودرتهم في لي فيغين تاعي. دوكا نجبد لاموس تاعي ولا لاماسكاربون تاعي، ندير اسمحوا لي هاي ليك لاموس لي درتها بالشوكولا بالنوتيلا راهي شويه سائله. دوكا سمحوا لي نبدا بهذه اللي عندها شوكولا. نجبد مغرفه ندير طبقه تاع لاماسكاربون وشوكولا. نزيد شوية ندير لهم كامل كيما قلت لكم طبقة تاع لي بودوار تاع لي بيسكيون بعد طبقة تاع لاماسكاربون وشوكولا. جيسبيغ راكم تشوفوا.
هوليك نكمل. ومن بعد الطبقه الثالثه نديرها البنان، دوكا درت لهم طبقه تاع لاموس ولا الماسكاربون او شوكولا. دوكا ندير الطبقه تاع البنان، ندير لهم كامل من فوق البنان باش من بعد في الاخر نزيد لاموس ولا لاماسكاربون البيضه ولا لافاني. تليفون طفالي دونك كيما قلت لكم درت هاوليك طبقة تاع البنان من الفوق. دوكا نزيد طبقة لا ماسكاربون هادية ناخذ مغرفه واحده اخرى. نكمل الطبقة الأخيرة اللي هي هذه الطبقة تاع الطبقة تاع الماسكاربون على فاني. هاي دوكا كملتهم، نديرهم في الثلاجة على الأقل 5 ساعات. ومن بعد كي نحيهم كي ناكلوهم كي نروحو نسير بيهم ندير من الفوق الكاكاو شوية من الفوق ومن بعد نسير بيهم. دوكا كي خرجتهم من الثلاجة ندير لهم من الفوق الكاكاو غير شوية ما نديرش بزاف هكذا. لازم الكاكاو تخليوه من الاخر كي تسربيوه ديروا الكاكاو هكذا. ان شاء الله نتمنى تعجبكم الوصفة.
ما عليكم غير ديروا جيم بارطاجيو، ما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد من الوصفات، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.